بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأول تجربة اليوم في اختبار الإلكترونيات. رح نحكي عن الميجرمنتس أو القياسات. طبعا بالنسبة لنا في مختبر الإلكترونيات كل شغلنا هو عبارة عن قياس، فإحنا ممكن نقيس الأوتبوت أو الإنبوت لأي دارة كهربائية موجودة عندنا. في البداية بدنا نعرف إنه إحنا لما نتعامل في الدارة الكهربائية إحنا في عنا مجموعة عناصر لازم نتعامل فيها أو بشكل عام نهتم فيها. من أهم هاي العناصر اللي رح نتعامل فيها أول شيء اللي هي المقاومة R، في عنا عنصر ثاني رح نهتم فيه اللي هو الكباستر، في عنا عنصر ثالث اللي هو الاندكتر، في كمان عنصر طبعا الكباستر C، الاندكتر L، في عنا كمان عنصر اللي هو الديود، وفي عنا الزنر ديود، وكل واحد منهم رح يكون له استخداماته ورح يكون له شغله. في البداية بدنا نعرف احنا الفولتج اللي رح نتعامل فيه او الكهرباء اللي رح نتعامل فيها ايش نوعها. احنا في عنا نوعين من المصادر، اول نوع او السورسز. اول نوع في عنا ايش اسمه الدي سي سورسز، او اللي هي الجهود او التيارات اللي بتكون ثابتة. لاحظوا انه التايم بمشي لكن الجهد بظل ثابت، يعني مثلا لو حكينا مثلا هذا 1.5 فولت بظل 1.5 فولت بشكل دائم، وهذا الحكي بنطبق على البطاريات اللي هي اللي بنعرفها للريموت. النوع الثاني من السورسز اللي هي السورسز اللي بتكون فيها الكهرباء او التيار متردد. في هذه الحالة بنلاحظ انه بوصل على قيمة، يعني مثلا بدأ من النقطة هذه 1 2 3 10 لحد ما وصل لعشرة، بعدين بدأ ينزل 9 8 7 6 0، بعدين رجع مرة ثانية لحد ما وصل السالب 10. في هذه الحالة بنلاحظ انه في عنا جزئين، جزء موجب وجزء سالب. النوع الاول بنسميه دي سي لانه دايركت كرنت، النوع الثاني سميناه اي سي لانه alternating current. alternating معناته متذبذب، دي سي معناته دايركت اذا كونستنت. هذه اهم الاشياء اللي رح نتعامل فيها. طبعا احنا معظم شغلنا رح يكون على هذا النوع، معظم شغلنا رح نحتاج هذا النوع، لكن في بعض الاشياء. في البداية احنا نرمز للدي سي بطارية عادية بهذا الشكل، وبالنسبة للاي سي بنرمز له بهذا الشكل كرمز. طبعا بالنسبة لنا احنا لما يكون في عنا موجة، الموجة اللي بنتعامل فيها احنا بالعادة بنتعامل مع الساين ويف او الموجة اللي بهذا الشكل اللي بتبدأ من الصفر وبتبدأ تزداد لحد ما توصل على قيمة، بعدها تبدأ عند نصف الموجة توصل الصفر، بعدها ترجع تقلب نفسها وتوصل أقل قيمة، بعدها ترجع مرة ثانية للصفر. هذه اسمها الساين ويف، زي ما أنتم شايفين بهذا الشكل، هاي اسمها الساين ويف. بدنا نلاحظ مجموعة نقاط، إنه في عنا الجزء الأول بيكون موجب والثاني بيكون سالب. الإشي اللي بهمني أنا في الموضوع اللي عنا الآن، بهمني أعرف كيف إنه بدي أقوم بقياس هذه الموجة أو أقوم برسمها. طبعا إحنا في عنا هذا الجهاز اللي هو الأوسيلوسكوب، نستخدم لرسم الأمواج الموجودة عنا. في عنا 2 channels رح نتعامل معهم، channel الأول اللي هو هذا هو، والchannel الثاني اللي هو هذا هو. طبعا channel معناها المدخل، يعني بنقدر نرسم موجة لهذا الجزء وموجة موجة ثانية. طبعا متحكم من channel الأول من خلال هذا والchannel الثاني من خلال هذا. إذا بدنا نرفع الموجة أو نصغرها، يعني نرفعها لفوق أو لتحت، بنتحكم في هذا يمين وشمال، متحكم في هذا. إذا بدنا نتحكم في الجزء الثاني فوق وتحت من خلال هذا اللي هو channel 2. إذا بنتحكم في التايم اللي هو المحور هذا، هذا المحور اسمه التايم، بس راح أوضح من خلال الرسم هذا، متحكم بهذا الجزء. عشان نفهم هذا الموضوع بدنا نعرف كيف نتعامل مع الموجة. الآن هذا عندي هاي موجة، نفرض الموجة بهذا الشكل. في البداية كيف بتم قراءة الموجة؟ إحنا الآن نتعامل مع هذه الموجة على إنها الآن موجة مرسوم بالأسلسكوب. هاي شاشة الأسلسكوب. شاشة الأسلسكوب بالعادة بيكون في عندنا هنا ثلاث أشياء مهمة جدا لازم نقرأهم. أول إشي بحكي لي في عندنا هنا مثلا لو فرضنا كمثال 5 فولت، او احيانا بكتب لي فولت بير ديفيجن. في عندي مثلا هنا بكتب مثلا ممكن تكون اي رقم، يعني ما لها خص في القراءه اللي قبل، مثلا 20 فولت بير ديفيجن، وهنا مثلا بكتب 5 سكند او 5 ملي سكند او اي قراءه بتكون موجوده. ايش معنى في البدايه ال 5 فولت؟ 5 فولت هذه قراءه الديفيجن للشانل الاول، اذا هذه خاصه للشانل الاول، وهذه بتكون خاصه للشانل الثانية، وهذه خاصة للتايم. احنا بنشتغل بهذا المحور اللي هو التايم، وبنشتغل على هذا المحور اللي هو الواي اكسس على انه هو عبارة عن الفولت. فإذا نتعامل احنا مع الفولت بهذه الجهة. لاحظوا انه كل ديفيجن، الديفيجن المقصود فيه اللي هذا، هذا ديفيجن، هذا ديفيجن. فالآن لما اجي احكي لو فرضنا هذه الموجة على ايش بتأشر، مثلا فرضنا انها بتأشر على هاي القيمة، فبنحكي انا قراءة الموجة كأعلى قيمة إلها كأعلى ارتفاع 1، هاي أول ديفيجن كامل،
بعدين في عنا جزء من الواحد، يعني عنا واحد اثنين ثلاث، لكن هاي مش ثلاثة، بدنا نعرف انه احنا بنتعامل انه كل الديفجن مقسم لخمسة، فهي بتصير زي كأنه واحد وستة، لانه اثنين اربعة ستة، فواحد وستة ضرب خمسة بتساوي 8 فولت. مرة ثانية، احنا الان شو عنا كان؟ احنا كان في عنا موجة موجودة على الاسلسكوب، ظهر على الاسلسكوب. اذا انا كنت شغال على الشانل الاول، اذا انا كنت شغال على الشانل الاول راح يحكي لي انه كل ديفيجن بيعبر عن 5 فولت. اذا انا كنت شابك على الشانل الثاني راح يحكي لي انه كل ديفيجن او كل مربع يعني بيعبر عن 20 فولت. طيب كم التايم لهالموجة هذه اللي عندي كاملة؟ التايم بتاخذ من اول الموجة لاخرها. طبعا احنا بكونش الرسم بالطريقة هذه، الموجة واحدة زي ما انتم شايفين في الاسلسكوب عندنا امواج، فبنقدر نقيس التايم من قمة لقمة او من قاع لقاع او من بداية الموجة لنهايتها زي ما احنا شايفين بهذا الشكل. لكن لاحظوا على النقطة هذه اللي عندنا، انه انا بصير احكي انه مثلا لو فرضنا عندي مربع اثنين ثلاثة اربعة وبنقيس هنا عندنا اثنين بالعشرة اثنين بالعشرة، فاذا نيجي نحكي اربعة واربعة ضرب خمسة اللي هي بتساوي 22، وهذه هي قيمة التايم. فإذا إحنا صار في عنا شغلتين لازم نهتم فيهم، نشتغل عشان الـ 1 ولا 2. الشغلة الثانية رح نهتم إنه كم مقدار التايم لهذا، إيش القراءات اللي أنا بحتاجها عشان أحصل على القيم اللي عندي. أول شغلة بدنا نعرفها إنه في عندي إيش اسمه الـ V peak. إحنا نتعامل في الأمواج بالعادي كان في عنا إيش اسمه الـ V أو الـ amplitude، إحنا بنعرف إنه هذا اسمه الـ amplitude أو الاتساع للموجة. فالـ V peak الآن اللي هو الاتساع نفسه للموجة، فهذا اسمه الـ V peak اللي هي من الخط هذا اللي هو عندنا من وسط الموجة من عند الصفر لأعلى قيمة موجودة عندنا، هذا بنسميه الـ V peak. إذن هاي V peak. في عندنا قراءة ثانية بتكون من V peak لا الـ V peak الثاني، ما هي برضو نفسها V peak، يعني إذا كانت هاي 10 المفروض هذه تكون 10 كقيمة، لكن هاي بالموجبة وهاي بالسالبة. طيب في عنا قراءة راح نأخذها هي بتكون من V peak ل V peak، يعني من أعلى لأقل ارتفاع، بنسميها V peak to peak. ال V peak to peak من أقل ارتفاع لأعلى ارتفاع، وراح نلاحظ إن كانت إذا هان عندي 10 وهاي سالب 10 أو 10 أو 10 راح يكون ال V peak to peak 20، يعني ضعف ال V peak. طيب هاي أول قراءتين راح نحتاجهم. القراءة الثانية اللي راح نحتاجها اللي هي قراءة الـ VRMS أو الـ Root Mean Square. هذه القراءة هي عبارة عن V peak على جذر 2 أو اللي هي بتساوي 0.7 V peak. إذن هي القراءة الثانية. القراءة الثالثة اللي هي الـ V average، وإحنا بنعرف الـ average زي كأنه أنا بدي أوزع هاي القيمتين بالتساوي بين بعضهم، فراح تصير القيمة صفر، اللي هي بتصير عندنا في هذه الحالة 1 على 2 باي تكامل من 0 ل 2 باي ساين اكس كي اكس او ساين كي اكس دي اكس. في هذه الحاله كم راح يكون عندنا الجواب؟ 0، لانه عندنا بنعرف انه الساين عباره عن اود فانكشن، في هذه الحاله على طول الفتره كامله بيكون الجواب 0. النقطه الاخيره لما نعرف شو هي، هي الفريكوينسي. الفريكوينسي هي عباره عن 1 على التايم، واحنا بنعرف انه التايم احنا بنقيسه بهذا الشكل، هاي المحور هذا هو بيعبر عن التايم زي ما حكينا قبل شوي. الفريكوينسي هو تكرار الموجة خلال زمن معين، وبنقيس الفريكوينسي من خلال الهيرتز او سكند قوة سالب واحد. من الان نتعامل مع البرنامج لشرح اخر جزئين من التجربة اللي هم ليزيغوس فيجر واخر جزء اللي هو القياس الفيز ديفرنس. طبعا في البداية احنا في برنامج اسمه مالتي سيم او المالتي سيم. هذا البرنامج ميزته انه بيقدر يعطيني اي شكل من اشكال الدوائر الكهربائيه اللي انا بحتاجها، وايضا بيعطيني نفس الخصائص الموجوده عندي. فمثلا لو لاحظنا لما اجي اكبس على المنطقه هذه او على اي واحده من العناصر اللي عندي هان، راح نلاحظ انه بفتح عنا اللي هو الداتابيز موجود كامل بشكل كامل. راح نلاحظ انه في عنا من السورسز، في عنا مثلا البيسك، من خلال البيسك راح نلاقي في عنا مثلا سويتش، في عنا ترانسفورمر، في عنا ريلي، في عنا كاباستر ريزيستر، هاي الاشياء اللي احنا بنتعامل فيها، بوتنشيوميتر، هاي اشياء كلها موجوده فقط في البيسك. طبعا غير انه في عنا الدايودز بشكلهم كامل، الدايود العادي او الزينر او الليد او اي نوع اخر ثاني،
في عنا كمان من الأشياء اللي إحنا ممكن نحتاجها مثلاً السورسز، في عنا الباور سورسز، في عنا الاي سي باور، في عنا الدي سي، في عنا الجراوند أو الجراوند الثاني. طبعاً عنا على الطرف الثاني زي ما إحنا شايفين في عنا الملتيميتر، والملتيميتر هذا بنستخدمه زي ما بنستخدم أي ملتيميتر. لو كبسنا على دبل كليك راح نلاحظ إنه بنقدر نقيس فيه أميتر أو فولت ميتر أو مقاومة. طبعاً إذا حطينا على الفولت ميتر بإمكاني إني أختار إنه يكون اي سي أو دي سي، بالفولتج او اذا بدي اخليه فولت ميتر بقدر اخليه اي سي او دي سي. طبعا هذه اساسيات قراءه الفولت المالتي ميتر، وبنعمله ديليت فبروح من عندنا على الشاشه. لو رحنا للجزء الثاني في عندنا الفانكشن جنريتر او اللي هو الجهاز اللي احنا بنعرف نتعامل فيه. زي ما انتم شايفين الفانكشن جنريتر هذا بتكون من ثلاث انواع من الموجات، زي ما احنا بنعرف الساين ويف، في عنا الموجة اللي هي زي سن المنشار، وفي عنا المربعات هذا اللي بتطلع. فبنقدر نختار الفريكونس اللي احنا بنحتاجه، بنقدر نختار الامبليتود اللي احنا بنحتاجه. طبعا احنا بنشبكه من خلال الطرف الموجب والسالب، والكم بنتركه فاضي ما بنشبك عليه. في عنا كمان الاسلسكوب. الاسلسكوب زي ما احنا شايفينه في عنا تو شانلز له. الشانل الاول اللي هي شانل A، طبعا احنا في المختبر كان مسمينه شانل X وشانل Y، الان صار اسمه A و B. هنا شانل A في عنا موجب وسالب، وB في عنا موجب وسالب. لو كبسنا عليهم راح نلاحظ انه هان تعريف التايم، او هان التحكم بالتايم، هان التحكم بالشانل الاول، وهان التحكم بالشانل الثاني، وهان بنغير الديفيجن، وهان بنغير التايم. طبعا هان الديفيجن للA وديفيجن للB، وهان الديفيجن للتايم. طبعا احنا اخر نقطه ظلت عندنا برضو بالنسبه لهذا الموضوع، بالنسبه لموضوع الاسلسكوب، انه بقدر اني اخلي الشاشه تصير بالعكس ريفرس. طبعا لازم اكون اقول شو شابك عشان اقدر اقرا بطريقه صحيحه. بقدر اقرا اي سي دي سي، بقدر اصفر القراءات اللي عندي، بقدر اقرا اي على بي او بي على اي اذا بدي اقراهم بطريقه كمان شوي رح نتعرف عليها. اول تجربه رح نتعرف عليها اللي هو ليزيغوس فيجر. ليزيغوس فيجر طبعا من خلال الشكل اللي رح ينتج عندي في الاسلسكوب راح نشوف انه اذا عندي مثلا فانكشن جنريتر اعطاني موجه، هذه الموجه طبعا لها تردد خاص معين، مثلا فريكوانسي معينه. من خلال معرفتنا للفريكوانسي هذا بنقدر نعرف كم الفريكوانسي الناتج من فانكشن جنريتر ثاني. احنا بنحاول نشتغل بحيث انه نجرب الموضوع. فالاولى مثلا بدنا نعمل انه هذه مثلا 500 هرتز، وبنعمل اكس خلص الان حفظها انا 500. طبعا الموجه اللي نتعامل فيها بشكل دائم احنا بالنسبه لنا اللي هو الساين ويف اللي هو اول نوع. طيب هذا اول نوع. النوع الثاني بدنا نروح على الجزء الثاني ونخلي هذه مثلا 1 كيلو هرتز اللي هو نصف ضعف القيمه الاولى. لاحظوا انه الان القيم عندي صارت جاهزه. الان من خلال هذا الاسلسكوب بدي اقوم بالتشبيك، بشبك الموجب مع الموجب، السالب مع السالب. هاي شبكنا الفانكشن جنريتر الاول. نشبك الثاني بنفس الطريقه، الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. الان في نقطه او تريك احنا بنعمله عاده، اذا بدنا نغير الالوان بالنسبه للشكل اللي راح ينتج معي في النهايه كرسمه، اذا بدنا نغير الالوان المفروض نغير الوان الاسلاك. فمثلا بقدر اعمل لون السلك مثلا الاول مثلا الاول او الثاني ازرق، وهذا اعمله اسود فقط عشان اميز بينهم. طيب الان لو حاولنا نعمل بلاي على الاغلب راح يعطينا ايرور. فاحنا عشان نحاول نخلص من هذا الايرور الموجود، المفروض دائما في هذه البرامج انه نعمل شيء اسمه الجراوند. كيف بنجيب الجراوند؟ الجراوند بنجيبه من سورسز، نختار من سورسز، بنروح على الباور سورس، بنختار اي جراوند موجود عندنا وبنضيفه في هاي المنطقة مثلا. هيك بنكون انهينا. طبعا الان نضغط رن عشان نشغل الجهاز اللي عندنا. الان لاحظوا صار في عندي نوعين من القراءات، واحدة منهم من شانل A واحدة من شانل B. في البداية زي ما انتم شايفين في شانل A وشانل B، في البداية اساس اني اقدر اتحكم في كل واحد لحال. اذا بدي مثلا اشتغل في شانل A لحال بخلي هاي صفر شانل B، فالان صار عندي قراءة شانل A لحال. نغير الان في الديفيجنز اللي عندي، لاحظوا صرت اتحكم في مقدار اتساع الموجة او اللي هو رسمة الموجة عندي على الاسلسكوب. طبعا كل ما اغير الفولت بير ديفيجن في هذه الحالة بتتغير الشكل عندي. طبعا بالنسبة للشانل A نحط الاولى صفر عشان نقدر نشوف الثانية، نحط الثانية AC ونشوف كيف شكلها،
برضو بغير بالفولدر ديفيجن عشان اشوف الشكل المناسب لي. طيب الان احنا مش هذا هدفنا، هدفنا نرسم رسمتين مع بعض A مع B او B مع A. لاحظوا الان عندما اجي ارسمهم اخلي الثنتين بالطريقة هذه او بالطريقة هذه حسب انا ايش بدي ارسم. ايش معنى B على A او A على B؟ channel A انشبك فيه الواحد كيلو هيرتز، وchannel B انشبك فيه اللي هو 500 هيرتز او نص كيلو هيرتز. لاحظوا انه في هذه الحالة انه اللي على X ضعف اللي على Y، عندنا 2 على X واحد على الواي. اذا نحكي احنا انه هاي صار اسمها اكس وهاي اسمها واي. اذا لما نحكي اي على بي اذا هذه اكس وهذه واي، لو عكسناها بي على اي صار بالعكس، اذا صار عندنا الاكس هذا هو وهي الواي، او شانل اي في هذه الحاله هاي شانل اي وهي شانل بي. اذا في هذه الحاله الاي او اللي بنكتبه في البدايه هو الاكس اكسس واللي بنكتبه بعدها هو الواي اكسس. الان بنخلي هاي 2 كيلو مثلا عشان نشوف انه صارت 4 اضعاف، وبنسكر. لاحظوا كيف صار الشكل عندي، صار عندي 4. فاذا بنيجي نحكي عندي 1 2 3 4 4 على اتجاه الاكس، يعني الاكس او الاي ماخذ 4 وحده على الواي. اذا احنا بنحكي الان انه الفريكوينسي لهذا 4 اضعاف الفريكوينسي لهذا. اذا هذا بالنسبه للليزيغوس فيجر. طبعا عشان نخلي الجهاز شغال لو سكرنا هذا بضل الرن موجود شغال، نكبس عليه دبل كليك بنشوف ايش النتيجه اللي طلعت معي، اذا ما تغير ايش عندي. لكن عشان نوقف الرن نكبس على ستوب. هذا الجزء الاول او الليزيغوس فيجر. الجزء الثاني من التجربه نعمل الار سي سيركت، بدنا نختار اول شيء الباور سبلاي بده يكون اي سي، هي اخذنا الاي سي. بعدين بدنا نختار طبعا الجراوند، هذا شيء اساسي دائما بنختاره انه راح نحتاجه كمان شوي. بدنا نروح على البيسك نختار كباستر، ناخذ مثلا واحد مايكرو، ونروح نختار ريزيستر مثلا واحد كيلو. هذا الار سي سيركت. الان انا في الار سي سيركت هذا بدي اقوم بتشبيكها بشكل طبيعي مثل اي ار سي سيركت ثانيه، بحيث انه اقوم بالحصول على دارة طبعا سمبل لوب او وان لوب. يعني الان بقدر اني اتحكم في الدائف العناصر بحيث اني مثلا لو بدي اعملها روتيت او دوران يعني يمين او شمال او 90 درجه حسب ما انا شايف طريقه التوصيل بشكل انسب. الان بنوصل الجراوند، الان صارت عندي هاي السيركت. هذه السيركت بنسميها ار سي سيركت لانها مكونه من ار ريزيستر ومكونه من كاباستر، وهذا طبعا عباره عن فانكشن عباره عن السورس اللي احنا راح نستخدمه. طبعا بدنا نعرف شغله انه احنا هذا اللي استخدمناه بامكاننا نستخدم بداله فانكشن جنريتر، يعني احنا بنستخدم اللي احنا بنشوفه مناسب. لو كبسنا دبل كليك عليه بدل ما اخلي الكهرباء 120 بدي اخليها 10 فولت بس، ما بدي اخليها 120، وهي مثلا نخليها 100 كيلو. احنا بنتحكم فيها بطريقه اللي احنا بنشوفها مناسبه، لكن عشان يكون يعني الاشي اوضح عنا. الان بدي اجيب الاوسيلوسكوب واضيفه في المنطقه هذه واخذ قراءتين. القراءه الاولى راح تكون قبل ما يتم توصيل الكهرباء، هذا القراءة الأولى إذا حوالين السورس نفسه، والقراءة الثانية راح تكون حوالين المقاوم بعد ما صار في عنا تأخير للموجة، لأن نحن نعرف إنه الكباستر بيأخر الموجة باي 2. نعمل الآن بلاي، لاحظنا إنه ما في عنا أي إيرور، لأنه إذا طلع في عنا إيرور بيكون إحنا ناسيين الجراوند. نكبس دبل كليك بنلاحظ الموجتين اللي صاروا عندي. لاحظوا انه في موجة بعيدة شوي عن الموجة الثانية او موجة سبقت موجة. الان بدي احاول اوضح الموضوع بطريقة اوضح من خلال نتحكم في التايم. لو عملنا ستوب بقدر اني اوقف الشاشة عندي على اساس اني اشوف. لاحظوا انه صار في عنا تأخير في موجة عن موجة ثانية. لو رسمناهم A على B او B على A بنلاحظ انه بنفس الطريقة صار في عندي هذا الرسمة، ولو كملناها بصير عندي هذا الشكل. الان زي ما احنا تعلمنا من اعلى مسافة بقرأ هذه القيمة بتكون اعلى قمه عندي، ومن اقل من ابعد مسافه عندي هنا موجود بنحدد المسافه كلها من اعلى مكان لاقل مكان. هذا بنسميها الايه نقطه التقاطع، هذا مع نقطه التقاطع هذا بنسميها بي، وبنحكي انه الفاي بتساوي ساين انفرس لبي على ايه. طبعا لو لاحظنا انه انا هل انا بشتغل على الصفر ولا لا، بتاكدوا انه الخط على الصفر من خلال اني اصفر النقطه. نرجع مره ثانيه الخط الثاني، هل هو على الصفر؟ نعم على الصفر.
فبإمكاني أنا أسوي النقطة هذه، لكن ما راح تكون عندي نقطة واضحة، هاي النقطة وحيدة يعني ممكن مش واضحة لكم. لو عملت ريفيرس برضو بينفع معي، بحيث إنه أطلع مرة ثانية القيم بهذا الشكل. وزي ما حكيت لكم إحنا لو بدنا نرسم ونغير أشكال نغير اللون، بالنسبة للرسمة بنغير ألوان الأسلاك، إذا اللون بيجي عندنا من تغيير ألوان الأسلاك. هيك بنكون أنهينا آخر جزء من التجربة الأولى في مختبر الإلكترونيات. بتمنى من الجميع يحاول يشتغل التجربة مرة ثانية عنده، وبإمكانك يعني من خلال هذا البرنامج أنك تقوم بأي عملية يعني أنت تحبيت أنك تسويها مثلا، أو تغير أي تغير أنت حاب تعمله على هذه الدوائر، وتشوف النواتج اللي راح تصير معك.